احنا مشرفنا على تليفون استاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. مساء الخير الزميل العزيز محمود، وخلينا نفهم منك تفاصيل اكتر. انت كنت بالتاكيد من احد الحضور والمتابعين لكلمه الرئيس امبارح، اشرح لنا كده واشرح للناس ايه اللي يحصل لما يطلق عام المجتمع المدني، وايه اللي تتوقع انه تكون طموحات وامال المجتمع المدني اللي واجبت التحقق في هذا العام. في الحقيقة أنا بشوف أنه المنتدى هذا العام هو قمة مصغرة لحقوق الإنسان، سواء من حجم المشاركين اللي بيمثلوا المجتمع المدني أو من حجم الحضور اللي شارك أو من اهتمام منسقين ومعدي هذا المنتدى بقضية حقوق الإنسان، بأنه يبقى في نموذج المحاكاة الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأنه الناس تشوف كيف تدار مثل هذه الآليات الدولية المهمة. في نفس الوقت بنشوف نشطاء وممثلين للمجتمع المدني مشاركين في كل الجلسات وفي كل النقاشات وفي كل ورش العمل، بيدلوا برأيهم وبيقولوا وجهة نظرهم، بالإضافة إلى أنه أنا من الناس اللي شايفة أنه مشروع زي حياة كريمة هو مشروع حقوقي بامتياز، وفي شراكة كبيرة جدا بتتم بين الدولة وبين المجتمع المدني في تنفيذ كثيرا من احتياجات هذا المشروع وفي التخطيط لي وفي التعامل مع أهالينا في هذه القرى. انه اللي بيقوم بهذا العمل هو شباب متطوع موجود تابع لمنظمات مجتمع مدني وجامعات اهليه وجامعات تنمويه، هو اللي بيشارك بفعاليه شديده جدا في تلبيه احتياجات هذه القرى وفي التخطيط الى تطويرها والى تحديثها. انا بشوف انه اعلان سياده الرئيس امبارح بانه عام 2022 هو عام المجتمع المدني هو اعاده او احياء للشراكه الحقيقيه ما بين الدوله المصريه وبين منصات المجتمع المدني، وانها فرصه حقيقيه للمجتمع المدني انه يعيد تاني مره اخرى تكسير فكره ثقافه التطوع في المجتمع المصري، هذه الثقافه التي اختفت لسنوات طويله بسبب الظروف الاقتصاديه بالتاكيد، وبسبب انه كثير من الناس ما تعرفش يعني ايه ثقافه التطوع ويعني ايه فكره التطوع في عمل اهلي. طب بالتاكيد في تجارب ملهمه وفي تجارب كبيره تمت في السنوات اللي فاتت، ولكن 100 مليون مصري محتاجين على الاقل مبادرات اضعاف اضعاف اللي موجوده دلوقتي عشان تقدر توصل للمجتمع المصري بكافه اشكاله. في فرصه امام منظمات حقوق الانسان المصريه انها تبقى موجوده ورائده وتتحرك من خلال الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، اللي انا بتصور انها خطه عمل حقيقيه سواء لمجلس حقوق الانسان او لمنظمات حقوق الانسان المصريه. في نفس الوقت الرئيس كمان ادى اشارات انه المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والمنظمات الدوليه المعنيه بقضايا التنميه مرحب بيها انها تشارك معانا في عام 2022 كاحد المنصات اللي سيادته اطلقها في نهايه هذا المنتدى، انه مصر بترحب بهذه المنظمات، مصر بترحب بتواجدها في مصر، بترحب بالشراكه معاها وبالعمل معاها وبالتعاون معاها، ودي اشارات مهمه جدا للعالم كله ان مصر منفتحه على المجتمع المدني منفتحه على هذا النشاط. خليني اكون اكثر صراحه واكثر تحديدا، لان في سؤال لا يسال بس خلينا نساله. انه الحديث عن منظمات المجتمع المدني لازم يرجعنا 3-4 خطوات كده في قلب ازمه مصر وقلب صراعها مع الارهاب، اللي كان في بعض الاوقات بيتم ضبط بعض المخالفات، وبالتالي حصلت الحالة دي من الحساسية أو القلق من منظمات المجتمع المدني اللي كانت مخالفة وقتها، اللي كل حاجة في سياقها. فخليني أسألك برضو هذا السؤال اللي كتير مننا بيختلط عليهم الأمر، أو حصلت حالة من الترقب كده من منظمات المجتمع المدني ككل. أولا، هل ده موقف الدولة أصلا من المجتمع المدني أنه في ترقب وفي قلق، ولا في ظرف حصل في وضع قانوني كان غير مناسب وتم توفيق الأوضاع وتعديل القوانين وبالتالي مصر بقت أكثر انفتاحا؟ يعني اشرح لنا احنا فين في الأزمة دي تحديدا أو بعد تداعيات هذه الأزمة. طيب خلينا نفرق ما بين حاجتين، المنظمات المسيسة اللي عندها موقف سياسي من الدولة المصرية، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان واللي هي عندها رغبة في العمل في داخل الدولة المصرية أو في هذه المنطقة وفي الإقليم اللي هي تتبنى مثل هذه القضايا. المنظمات المسيسه دي عندها موقف مبدئي وهي بالاساس مخترقه وداعمه لهذه الجماعه الارهابيه، وبنشوف كثيرا من تقاريرها الغير عادله والغير متوازنه في التعامل مع الشان المصري، وده يمكن الاعلام المصري وكثيرا من الناس مش بس في مصر في العالم كله بينتقدوا هذه المنظمات بالاسم،
وبيتكلموا عن ان هي عندها اجندات خاصه بيها وان هي لا تعمل الان بحقوق الانسان. وفي اكتر من شكوى موجوده في الامم المتحده انه ضد تسييس مساله حقوق الانسان واستخدامها ك يعني كاداه من ادوات الضغط على الدول. بالظبط. المنظمات الثانيه هي منظمات اهليه قانون، يعني كانت عندها مشكله مع القانون. اتصور انه القانون الجديد ادى فرصه، والتسجيل الالكتروني في مصر ادى فرصه كبيره لمنظمات كثيره من اجل توفيق اوضاعها. والدوله المصريه حتى استجابت مؤخرا ان هي تمد الفتره بتاعه التسجيل. وهنا الامر لما تقنني عمل الجامعات ده امر شرعي وتنظيمي وقانوني ومهم انه الكل يعمل في اطار الشرعيه القانونيه. وكل دوله بتحدد بحسب قانونها ايه المناسب عندها وايه اللي مش مناسب عندها. فبالتالي من حق الدوله المصريه انها تضع، وفي نفس الوقت هي حطت قانون منفتح جدا شال العقوبات السلبه للحريه تماما من القانون، واصبح التعامل بعقوبات يعني خفيفه في ما يضبط من مخالفات داخل هذه الجمعيات. اذا لو انت جاي في مصر او لو انت شخص هتعمل منظمه مجتمع مدني اشتغل فعلا عشان الناس، اهلا بيك لاننا محتاجينك، هنمد لك ايدينا ونقول لك عايزين نشتغل. حضرتك وضحت لنا فكره التسييس انه هي دي اللي كانت عامله عرقله ولخبطه، يعني هي عامله في العالم كله. ان هنشوف دول كتير جدا في العالم النهارده بتتحرك ضد المنظمات المسيسه، في قرارات بمنعها من دخول بلاد كثيره حوالينا، يعني في حوالينا يعني دون ذكر اسماء في حوالينا دول كثيره تمنع هذه المنظمات من العمل في بداخلها. مش احنا مش حاله فرديه، وبالتاكيد احنا دوله تريد ان تعلي من صوت القانون، ما عندهاش مشكله مع حقوق الانسان. النهارده دوله من الدول الاوائل في اصدار استراتيجيات وطنيه مبنيه على حوار وطني حقيقي ما بين المنظمات وما بين الدوله المصريه. وهنا الحوار الوطني ده ادى نتيجه رائعه، كل العالم النهارده بيفيد بيها هذه الاستراتيجيه، من ضمنها اليات الامم المتحده، واللي شفنا فيها ترجمه حقيقيه على الارض في التغيير الكبير اللي حصل في السجون المصريه وتحولت الى مراكز الاصلاح والتاهيل. وده دور كبير جدا قامت بيه مؤسسات الدوله المعنيه وزاره الداخليه وغيرها من اجل تحويل هذا المشهد اللي كان قاتم لسنوات طويله لمشهد احنا بنشوفه النهارده، يعني في تغيير كبير جدا يلتزم بكل المعايير الدوليه الخاصه بالاحتجاز. وده بيدينا مؤشر ان مصر فيها الان ايضا فلسفه عقابيه جديده تختلف عن السابق، وفيها تطور كبير جدا في القانون المصري وفي التعامل مع مثل هذه الامور، خاصه الحقوق المدنيه والسياسيه اللي هي مرتبطه بمساله الاحتجاز وغيره، انه في تطور كبير حصل وفي استفاده من التوصيات الدوليه. وانا اتصور ان مصر من اوائل كمان الدول اللي هي بتقبل توصيات من العالم، احنا قابلين اكثر من 82 توصيه طوعيا من الامم المتحده في اخر استعراض دوري شامل حصل في امام المجلس الدولي لحقوق الانسان. وفي نفس الوقت مصر كمان بتاخد خطوات في قضايا كثيره جدا، القادرون باختلاف، قانون الجامعات الاهليه الجديد، وثيقة حقوق الإنسان في نهاية العام السابق. يعني الخطوات واضح أنها كانت، يعني إحنا امبارح لما بنعلن عام المجتمع المدني مهدنا الطريق على مدار السنة اللي فاتت بخطوات على الأرض حقيقي حصلت. بالتأكيد بقى عندنا بنية تشريعية تحتية حقيقية بتعني بحقوق الإنسان ومهتم بقضايا حقوق الإنسان. حتى المنتدى هذا العام أتصور أنه عنوانه الكبير كان حقوق الإنسان لمصر وللعالم، وازاي احنا ناخد حقوق الانسان تبقى موجوده وتبقى ثقافه مجتمعيه متجذره، سواء ضد العنصريه ومع المساواه بين البشر ومع التضامن ومع السلام وفكره احلال السلام مكان الصراعات، فكره الاهتمام بحقوق الانسان المتعلقه بالمناخ، المتعلقه بالمياه النظيفه وغيرها. كل هذه القضايا اجندات حقوقيه النهارده الدوله المصريه بتحطها كسياسه عامه للدوله المصريه في التعامل مع مثل هذه القضايا. وفي نفس الوقت بتدي مؤشر ل 5000 اكثر من 5000 شاب شاركوا في هذا المنتدى انه مصر على هذه الخطوات، وان هي دعم هذه الخطوات ودعم لكل الدول الموجوده في المنطقه بتمد ايديها انها تساعدها بهذه التجارب وتساعد الشباب او اللي هيصنعوا المستقبل في ان هم يكونوا مهتمين بهذه القضايا في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود بسيوني رئيس تحرير التنفيذي لموقع مبتدا وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.